وين رايحة؟ مو شغلك. شلون مو شغلي؟ بلا شغلي. بصفتك شو؟ بصفتي شو؟ أنا جوزك. بصفتك جوزي؟ معقول؟ لأنه بلاها مسخرتك هلا. لا والله عن جد أنا ما عم بتمسخر، بس هيك مجرد إني تفاجأت. يعني كل ببالي إنك طلقتني، مدري طلقتك ما؟ لأنا حسام من شان الله حل عني هلا، ماني ناقصتك، حاجة نجرح ببعض أكثر من هيك. طيب قليلي لي وين رايحة بهالوقت؟ ما بعرف. يعني مو لبيت أهلك؟ عم أقول لك ما بعرف، ما بعرف يعني ما بعرف. وأنا ما رح أسمح لك تطلعي من البيت أو رجلي على رجلك. هي وأنا مو فارة معي. لنا شو بدك؟ لوين رايحة؟ عشان من الحمرة بتحب تيجي معي؟ لنا اهدي شبك؟ اهدى؟ بدك ياني اهدى؟ بدك ياني اهدى؟ أهلين رامي. شو وينكم بالبيت؟ لا شبك؟ شو بصوتك حسام؟ ما بعرف. لك شوي ما بعرف. حسام شو في؟ رامي قلت لك ما بعرف. طيب طيب وين رنا؟ ليك جنبي. رامي ما بدي احكي مع حدا. ما بدي تحكي. اسمعت حسام شو في ولا تقلي ما بعرف. لا بعرف، بس اللي بعرفه ما بينحكى. اف لا والله بدي اكثر من اوف. طيب وينكم انتوا هلا؟ احنا قدام بيت قاعدين بالسياره، ما بعرف وين حضرت اختك بدها تسوق فينا. لك حسام انا ما بعرف شو صاير بيناتكم، وبغض النظر عن اللي عم بيصير انا ناطر منك تليفون ارجوك، واذا سمحت